فينا من المغرب. مهندس أحمد كريم سلمان من العراق. كنت محتاجة فعلا مساعدة ومساعدة. أن أقدم جزيل الشكر للقناة. شكرا من كل قلبي لقناة منحمة كل الألوان. امتناني لمصداقيتها. كرمال هيك أنا بحب أشكر أصحاب القناة، بحب أقول لهم شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة كويسة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة دراسية ممتازة جدا، بس قبل ما أتكلم عن المنحة دي أحب أوضح لدي قناتنا قناة منح من كل الألوان، هتلاقوا عليها فرص ومنح كتيرة جدا، بالإضافة كمان ده الويب سايت الرسمي الخاص بينا، عليه كل الفرص والمنح اللي احنا بنعرضها وفي كل الخدمات الخاصة بينا، تمام؟ وكمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب خلينا دلوقتي نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. بالنسبة لمنحة النهاردة هي عبارة عن منحة دراسية ممولة بالكامل في أمريكا. اتعرف على التفاصيل بشكل أكبر. الدولة اللي هيكون فيها الدراسة تمام هي أمريكا. بالنسبة للجهة المانحة ستانفورد يونيفرسيتي. ستانفورد يونيفرسيتي دي من أقوى وأحسن الجامعات على مستوى العالم، ولها ترتيب عالي جدا جدا جدا، جامعة متميزة تمام، وكمان يعني بيدرس فيها عدد طلاب كبير جدا من مختلف الدول. بالنسبة للدول المتاحة للتقديم في المنحة دي، جميع الدول المتاحة للتقديم سواء انت من دولة عربية افريقية اسيوية بتقدر تقدم على المنحة دي بكل سهولة، وفي على الموقع الرسمي بتاعهم في طلاب عرب كان تم قبولهم قبل كده سواء من مصر او من دول تانية، ممكن كمان تتأكدوا ان هم يعني بيتيحوا الفرصة كمان للطلاب العرب للقبول في المنحة دي. بالنسبة للمرحلة الدراسية الموجهة ليها المنحة دي، المنحة دي موجهة لدرجة الماجستير والدكتوراه تمام. لو انت في اخر سنة بكالوريوس او خلصت البكالوريوس تقدر تقدم على ماجستير، لو انت في اخر سنة ماجستير او خلصت الماجستير بتقدر تقدم على الدكتوراه، انما دراسة البكالوريوس في المنحة دي غير متاح تمام. طيب بالنسبة للتمويل في المنحة دي عندنا تمويل ممتاز جدا. اول حاجة انت بتاخد رسوم الدراسة كاملة بالمجان، مش بتدفع اي تكاليف خالص للدراسة تمام، كل تكاليف الدراسة بتكون على حساب المنحة. عندك كمان تذكر الطيران من بلدك الى امريكا بتكون على حساب المنحة برضو، مش تدفع اي تكاليف للطيران. عندك سكن جامعي ممتاز جدا داخل الجامعة، وطبعا تقدر تدخل وتشوف سكن الجامعة عامل ازاي. كمان راتب شهري كبير بيغطي ليك كل مصاريفك الشخصية تمام، راتب شهري عندك بيغطي لك كل المصاريف الشخصية بتاعتك، وده حاجة جميلة جدا. كمان عندك وجبات الطعام وعندك مصاريف الكتب بتكون على حساب المنحة، بالإضافة كمان للمساعدة في حضور المؤتمرات والندوات الدولية بيكون على حساب الجامعة. طيب هنا برضو ده جروبنا على الواتساب وده جروبنا على التليجرام، ياريت تنضموا عليهم عشان توصلكم المنحة الدراسية فور نزلها. طيب بالنسبة للتخصصات المتاحة للتقديم عندنا تخصصات عديدة جدا، عندك التخصصات الهندسية بجميع أنواعها، عندك كلية العلوم تمام، عندك تخصصات الطب موجودة، عندك تخصصات كلية التربية، الحقوق، إدارة الأعمال، كل ده متاح، فتقريبا 90% من التخصصات بتلاقيها متاحة في المنحة دي. شروط التقديم عشان تقدم في المنحة دي لازم يكون متوفر فيك الشرطين دول، أن تكون متخرج بعد 2014 ليس قبل ذلك تمام، يعني لازم أنت تكون اتخرجت بالماجستير أو الدكتوراه بعد 2014، سواء بقى 2014 أو 15 16 مش مشكلة تمام كده. إنما مثلا لو أنت متخرج مثلا في سنة 2013، متخرج في سنة 2010، ما ينفعش تقدم، لازم من 2014 فيما أعلى تمام. كمان الطلاب في آخر سنة ماجستير أو دكتوراه متاح لهم التقديم زي ما احنا قلنا، لو أنت في آخر سنة ماجستير أو دكتوراه متاح لك التقديم. بالنسبة للأوراق المطلوبة للتقديم في المنحة دي عندك كشف الدرجات، بتحتاج شهادة التخرج بتاعتك، ولو انت لسه متخرجتش بتجيب شهادة السنة اللي قبلها تمام كده. كمان مطلوب منك السي في، سيرة ذاتية بتاعتك، تعمل خطاب توصية اونلاين تمام، مطلوب منك شهادة اللغة الانجليزية او تعفى من الشهادة اذا درست مرحلة سابقة باللغة الانجليزية. لو انت خدت البكالوريوس بتاعك باللغة الانجليزية بتقدر تجيب شهادة من الكلية بتاعتك بتثبت انك درست باللغة الانجليزية تمام، فبتحتاج شهادة اللغة هنا. طيب دي بالنسبه للاوراق المطلوبه. عندنا هنا تنويه بيقول لك يمكنك التقديم اذا كنت في اخر سنه من المؤهل الحالي، يعني بتقدر تقدم لو انت زي ما احنا انا بعيدها بس مرارا وتكرارا ليه، عشان في ناس ما تاخدش بالها من الجزئيه دي، فبتقدر تقدم لو انت في اخر سنه برضو. بالنسبه لكيفيه التقديم في المنحه دي بتملى ابلكيشن المنحه اونلاين تمام، وركز معايا عشان في المنحه دي كيفيه التقديم فيها بيكون في نقطتين، بتملى ابلكيشن الجامعه نفسها وبتملى ابلكيشن المنحه تمام. في ابلكيشن للمنحه معمول بشكل خاص، وفي الادميشن اللي هو على الجامعه نفسها، فانت بتدخل بتقدم عادي في الادميشن بتاع الجامعه تمام، وفي الادميشن بتاع المنحه برضو بتخش بتملى.
طيب اخر ميعاد للتقديم في المنحه دي هو 6 اكتوبر 2021، تمام؟ ده اخر ميعاد عشان تقدم في المنحه دي. هنا عندنا برضو بعض الملاحظات. ما تنسوش ان قناتنا قناه منح من كل الالوان، بتوفر خدمات اضافيه زي اللي احنا بنوفر منح دراسيه مضمونه القبول 100% في الصين، وكمان بنوفر فرص مضمونه القبول في هولندا للمساعده للسفر الى هولندا، كمان بنوفر خدمه التقديم بشكل احترافي لاي فرصه ومنحه انت عايزها. يعني لو عايز تقدم من خلالنا على المنحه دي متاح، وخدمه تجهيز الاوراق وخدمه التقديم على الكورسات. ولو عايز اي خدمه من الخدمات دي بتلاقي رابط استمارات كل الخدمات في صندوق الوصف اسفل الفيديو، وبتلاقي هنا ايضا تملى استماره الخدمه اللي انت مهتم بيها، وبنتواصل معاك وبنرتب ليك كل شيء، تمام كده؟ طيب خلينا دلوقتي نروح نشوف الاعلان الرسمي للمنحه. تيجي تضغط على كلمه الاعلان الرسمي ده عشان يفتح معاك كل التفاصيل الخاصه بالمنحه من على الموقع الرسمي الخاص بيها، تمام؟ هنشوف دلوقتي. طبعا المنحه دي، طبعا دي الجامعه اسمها ستانفورد يونيفرسيتي، تمام؟ اسم المنحه نايت هنسي، تمام؟ سكولرز، فدي اسم المنحه. هنا بيوضح لك كل التفاصيل، تمام؟ وبيعطيك نبذه عن المنحه. هنا بالنسبه للمؤهلات تقدر تشوف الابلكيشن بروسيس تقدم ازاي، تقدر تشوف الشروط، تقدر تشوف المتطلبات، كل ده بتقدر تطلع عليه من هنا عن طريق انك تخش على كل سيكشن من دول. فهنا بيكلمك على حته الشروط، تقراها ايه الشروط بتاعت المنحه دي وايه الحاجات اللي بتوفرها المنحه. كل جزء من الاجزاء دي بتقدر تخش عليه وتطلع على تفاصيل اكتر بالنسبه للمنحه، تمام كده؟ فده بالنسبه للاعلان الرسمي للمنحه. نيجي دلوقتي نروح لجزء بقى كيفيه التقديم. هتيجي تضغط على كلمه قدم الان دي عشان يفتح معاك الابلكيشن بتاع التقديم. التقديم زي ما احنا قلنا هو بسيط مش معقد، ولكن لازم تملأه بشكل احترافي وتوفر فيه كل طلبه المنحه، تمام؟ طيب ركز تاني، انا بعيد تاني يا جماعه. الابلكيشن ده ابلكيشن المنحه، تمام؟ في ابلكيشن تاني لازم تعمله بالتوازي مع الابلكيشن ده، وهو ابلكيشن الجامعه نفسها اللي هو الادميشن بتاع الجامعه. انت بتكتب ستانفورد يونيفرسيتي وبتعمل ادميشن على موقع الجامعه نفسه، تمام؟ هنا ده الابلكيشن ده، لو انت لاحظت هتلاقي كتب لك ستانفورد يونيفرسيتي نايت هنس سكولرز، تمام؟ ده ابلكيشن المنحه. فاحنا دلوقتي هنتكلم على جزء ابلكيشن المنحه. اما بالنسبه لابلكيشن الجامعه فالموضوع بسيط، لانك بتخش على الجامعه نفسها بتشوف كلمه ادميشن في السكشن بتاع او في الويب سايت بتاع الجامعه، وبتضغط على كلمه ادميشن وبتبدا تملى الابلكيشن اللي هو البسيط بتاع الجامعه. هنا بقى هنتكلم على الابلكيشن المعقد شويه اللي هو بيحتاج وقت وبيحتاج تضيف فيه حاجات كتير، اللي هو ابلكيشن المنحه، تمام كده؟ طيب دلوقتي ده ابلكيشن المنحه، انت المفروض تعمل ايه؟ تروح تعمل كرييت اكونت الاول على موقع المنحه، لان انت لو مستخدم جديد ما عندكش اكونت، فتروح تعمل اكونت، تحط الايميل بتاعك، تمام؟ تحط الاسم الاول، اسم العائله، وتحط تاريخ ميلادك، وتضغط على كلمه كونتينيو. بعدين بيدخلك بعد كده ان هو بتحط الباسورد وبتفعل، بيوصلك لينك على الايميل بتاعك بتفعله، يبقى انت كده عملت اكونت بنجاح. بعدين بترجع هنا تاني، تمام؟ بترجع للصفحه دي تاني وبتلاقي حاجه اسمها لوجن هنا، ده الدخول للابلكيشن، وبتحط الايميل بتاعك وبتحط الباسورد، بعدين بتضغط على كلمه لوجن عشان تدخل للابلكيشن بتاعك، تمام؟ طيب دلوقتي انا دخلت الابلكيشن بتاعي، المفروض اروح اعمل ايه؟ تضغط على كلمه ستارت نيو ابلكيشن، تمام؟ طيب انا لما هضغط عليها بيقول لي انت عندك بالفعل ابلكيشن، فانا بقى هروح للابلكيشن اللي انا كنت عامله. بس انت لما تضغط على ستارت نيو ابلكيشن كاول مره هيفتح معاك على طول، تمام؟ فاضغط هنا وارجع تاني، تمام؟ وده الابلكيشن بتاعك الدين اللي هو ان بروجريس، فاضغط عليه عشان ادخل واشوف كل التفاصيل الخاصه بالمنحه دي وازاي املا ليها. طيب هنا بيوضح ليك التفاصيل، بيقول لك اخر ميعاد امتى عشان تقدم، 6 اكتوبر 2021، كل التفاصيل بتوضح هنا، تمام كده؟ طيب دلوقتي بقى نروح نشوف السكشنز بتاعت الابلكيشن. نبدا من الاول هنا البيرسونال باك جراوند، المعلومات الشخصيه. في البيرسونال باك جراوند لازم تحط معلوماتك الشخصيه، اسمك، اسم العائله، تمام؟ الدوله اللي انت منها، المدينه، انت مقيم فين بالظبط، في اي دوله مقيم، ايميلك، رقم تليفونك، تاريخ ميلادك، كل ده بتحطه هنا، تمام؟ خلصت السكشن ده بتروح للسكشن اللي بعده سبلمنتال باك جراوند، تمام؟ وبرده بنشوف ايه المطلوب فيه وبنبدا اللي احنا نملأه في سبمنتال باك جراوند. هنا بيكلمك على معلومات العائله، بتضيف طبعا اسم الاب، اسم الام، تمام؟ بتحط طبعا يعني السورس الفاندنج بتاعك، هل انت عايز سكولرشيب ولا هتمول تقديم لنفسك، فبتوضح ده هنا. قدرتك في اللغات، بتعرف عربي وايه اللغات الثانيه اللي انت بتعرفها، عربي وانجليزي مثلا فرنسي، بتضيف كل اللغات اللي انت بتعرفها، تمام؟ بعدين بتروح على الديجري بروجرام، تمام؟ وفي الديجري بروجرام هنا بنختار بقى التخصص اللي انت عايز تقدم عليه، فبتعمل اد ديجري بروجرام وبتضيف التخصص اللي انت ناوي تقدم عليه، تمام؟ بعدين بتروح لكلمه الاكاديميكس، تمام؟ وهنا
بتحط بقى انت اتخرجت من ايه وبتدرس في ايه. يعني هنا بتحط معلومات البكالوريوس بتاعتك، انت بتدرس في اخر سنه في اي كليه في اي دوله، بتضيف هنا من الاد انستيتيوت تمام او انستيتيوشن، بتضيف اد انستيتيوشن، وبتحط بقى الدوله اللي انت بتدرس فيها، الجامعه اللي انت بتدرس فيها واللي انت خلصت منها، كل المعلومات دي بتضيفها. بعدين بتروح امبلويمنت اللي هو التوظيف تمام، اللي هو الخلفيه العمليه بتاعتك، انت مثلا اشتغلت قبل كده، عملت عمل تطوعي قبل كده، اشتغلت في شغل مدفوع الاجر او غير مدفوع الاجر، كل ده بتضيفه هنا، بتضيف اد امبلوير تمام، وبتضيف الخانات المطلوبه منك هنا، الشغل ده اشتغلته فين، في اي دوله، في اي مدينه، اسم الشغل ده كان ايه، مع اي منظمه او مع اي شركه، كل ده بتوضحه هنا، سواء انت اشتغلت بقى اثناء دراستك قبل دراستك، يعني انت هتتكلم عن الخلفيه العمليه بتاعتك طول فتره حياتك تمام. طيب بعد كده بتروح للاكتيفيتيز اللي هي النشاطات تمام. النشاطات دي اللي هي اللي انت بتعملها، الاعمال التطوعيه اللي انت بتعملها او الاعمال الخيريه زي ما بيسموها كده، انت اتطوعت في حاجه، ساعدت مثلا على سبيل المثال في مؤسسات في مصر بتساعد مثلا زي مؤسسه رساله او الحاجات دي او المستشفيات الخيريه تمام، فانت مثلا بتضيف الحاجات دي، بتقول مثلا اتطوعت كذا، عملت كذا، الكلام ده كله، فبتضيف هنا في الاد اكتيفيتي تمام. ودي الاوردز طبعا، دي كلها بالنسبه للامبلويمنت الاكتيفيتيز، الاوردز دي كلها حاجات مش الزاميه، يعني انت لما تضيف هل عندك جوائز او عندك تطوعات او عندك شغل، دي ما بتاثرش عليك، ممكن تضيفها ممكن لا، لو انت عندك بتضيف، لو مش عندك خلاص ما بتضيفش الحاجات دي تمام. بعدين بتخش على التست سكورز تمام، دي بالنسبه لاي امتحانات دوليه عندك، انت عندك مثلا عندك امتحان الجي ار اي او ناوي تاخده، عندك امتحان الايلتس، عندك الحاجات دي بتضيفها، لو ما عندكش خلاص بتسيب السكشن ده فاضي تمام. بعدين بتروح للريسيوم اللي هو السي في بتاعك تمام، وهنا السي في بتاعك بتعمل تشوز فايل وبتعمل ابلود للسي في، بتحط السيره الذاتيه بتاعتك. وهنا بعد كده بتروح للسكشن ريكومنديشنز، التوصيات اللي احنا قلنا عليها، مطلوب توصيات اونلاين، وبتضيف اد ريكومندر تمام. واد ريكومندر طبعا بتضيف معلومات الشخص اللي عمل لك التوصيه، سواء بقى صاحب عمل سواء استاذ جامعي، بتضيف بياناته واسمه، المؤسسه اللي هو بيشتغل فيها، العلاقه معاه، هو كان بيدرس لك ايه مثلا، رقم تليفونه وايميله، كل التفاصيل دي بتضيفها تمام. طيب وممكن تقدر تضيف اكتر من شخص يعني للتوصيه. وهنا بقى بيديك بعض المقالات شورت انسر اند اساي تمام، دي بعض المقالات لازم تجاوب عليها، انت المفروض ناوي تعمل ايه في حياتك بالظبط، ايه ليه عايز تنضم للمنحه دي، يعني دي بتتسمى زي مقالات انيه كده تمام، بتضيف او بتجاوب على كل مقاله من دول تمام. بعدين بتروح للاديشنال انفورميشن، معلومات اضافيه تمام. المعلومات الاضافيه دي يعني حاجة بسيطة جدا، بيسألك أسئلة مثلا، أنت عرفت عن المنحة دي منين؟ هل قدمت المنحة دي قبل كده؟ بتضغط بقى يس أو نو على حسب أنت مثلا قدمت ليها سابقا، ما قدمتش، عرفتها منين؟ الكلام ده كله بتوضحه هنا تمام؟ بعدين بتروح للجزء الأخير سيجنتشر. سيجنتشر ده هو اللي أنت بتحط فيه الإمضاء بتاعتك تمام؟ خلاص أنت خلصت الأبلكيشن، مليت الأبلكيشن، تكتب اسمك هنا تمام؟ وبعدين تعمل كونفيرم. بعد لما بتعمل كونفيرم بيطلع لك كلمة بريفيو في الآخر تمام؟ بيطلع لك اللي هي الريفيو على الابلكيشن كله اللي انت مليته تمام. هنا بيقول لي في حاجات انا لسه ما كملتهاش، كل ده لسه انا ما كملتوش، فهنا بيطلع لك ريفيو، وبعدين في الاخر بيطلع لك سبميت تمام. طبعا انا يعني مش هيطلع لي سبميت دلوقتي لان لسه في حاجات كتير ناقصه عندي في الابلكيشن، بس انت لما تخلص كل ده هتلاقي في زي باتون كده او زر بيظهر لك في الاخر، وبتضغط عليه يبقى انت كده عملت سبميت للابلكيشن بتاع المنحه بنجاح تمام كده. فده بالنسبة لكل التفاصيل الخاصة بالمنحة وكيفية التقديم. طبعا منحة ممتازة جدا، ممولة بالكامل، تخيل انك تلاقي منحة في امريكا ممولة بالكامل وفيها كل المميزات دي، ويعني شروطها مش معقدة، فده شيء ممتاز جدا. ما تنسوش اخر ميعاد 6 اكتوبر 2021، وما تنسوش خدماتنا الاضافية لو حابين تقدموا على المنحة دي من خلالنا، وان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.